عسلم. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. في الحقيقة الإنسان وقت يفكر ديما يلقى حلول. أنا في الحقيقة حرت من بين الطول متاع الفيديو ومتاع الموضوع المطروح. ساعات نلقى روحي قدام مشكل كبير، الوقت يتعدى فيسع وما نجمش نوصل الفكرة. هذاك علاش نلقى روحي مجبور باش نقول الفكرة بسرعة بدون أن نفسرها تفسير واضح. لكن كما قلت لكم، الإنسان وقت يفكر يلقى حلول. والحل اللي لقيته هو أني نتكلم براحتي، ما عادش نزرب روحي على خطر الزربان ماهوش باهي. تعرفوني أنا مانيش معناتها مختص في الفيديوهات، يعني هذه مسألة نجم نقولوا احنا هواية. وكثير من اللي يعرفوني بالكدا يعرفوا قديش كلفني هذوما الفيديوهات من حياتي، معناتها من شنو خسرني حاجات خسرهم لي. ونعرفوا اللي الإسلام أو بالأخص المسلمين، على خطر الإسلام بحد ذاته أو أي فكر بحد ذاته ليس له أي قيمة بدون الذين يؤمنون به. العباد اللي يؤمنوا به هما اللي يعطيوا قيمة للشيء، وهما اللي يتصرفوا، وهما اللي يشكلوا خطر. أنا وقت خرجت من الإسلام تسبت لي ياسر المشاكل، ومن اللي خرجت من الإسلام وأنا عندي المشاكل. وكل ما ننقض الإسلام بصفة عامة توقع لي مشاكل. هذه معناتها مسألة عادية، وأكيد كل اللادينيين وكل اللي خرجوا على الإسلام يعرفوا المسألة هذه وشنو الثمن اللي نخلصوه وقت نقول احنا ماناش مسلمين ولا حتى ما نحاولش نطبق الإسلام، وشنو المشاكل اللي توقعنا في الحياة بتاعنا. المهم، إذا الحل اللي لقيته هو أني نتكلم براحتي ونعمل فيديو رقم واحد، فيديو رقم اثنين، فيديو رقم ثلاثة، وهكاكا نكون مرتاح ونكون مانيش مزروب بالوقت، ونكون نعبر على الفكرة معناتها حتى للآخر. تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه على الحياة ما بعد الموت، وباش نواصلوا الفيديو هذه في المسألة هذه، خاطر فما ياسر عباد قالوا لي راك ما وضحتهاش مليح وراك ما فسرتهاش مليح وراهي ناقصة بعض الجوانب. وبالفعل على خاطر زربنا الوقت. وهنا حبيت الرد ساعة على بعض الأشخاص اللي معناتها اتصلوا بيا، خاصة معناتها من المسلمين، واللي معناتها باهي شعلينا اللي يسبوا واللي يهد وهذوك ما الكلش علينا فيهم. خلينا معناتها مع العباد اللي عندهم شنو مستوى من الوعي باش ينجموا يناقشوا، معناتها يطلبوا مني باش نناقشهم في الموضوع ويقولوا لي مثلا ان راهي الحياة من بعد الموت هي بالروح ليس بالجسد، وغيرها من هذيك معناتها الكلام اللي ليس له اي اساس من الصحة. انا اقول لهؤلاء المسلمين بصفة عامة، ولا حتى مش المسلمين، حتى مثلا الملحدين ولا الادريين ولا الربوبيين، انا راني ما نجاوبش على معناتها ياسر. ساعات نجاوب على الاسئله اللي موجودين مكتوبين يعني بالكتابه، وانما نحاول نجاوب اكثر شيء بالفيديو ونقيد السؤال، وحتى كان ما نجاوبش تورا يجي وقت ونجاوب. لكن هنا حبيت نقول لو فما عبيد عندهم الشجاعة وعندهم القدرة انهم يناقشوا مباشرة، فهمت، ينجموا يبعثوا لي رسالة ويطلبوا مني معناتها لقاء، ونتلاقاو على سكايب ونتفاهموا على برنامج معين على موضوع معين، ونناقشوه هو بوجهة نظره وانا بوجهة نظري انا الشخصية، ونسجلوه ونهبطوه، ما فما حتى مشكل. انا ديما 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 نطلب، فهمت، الشفافية وإظهار الأمور كما هي بدون إخفاء. وأنا طلبت راني ياسر من علماء الإسلام، يعني بين قوسين علماء الإسلام، خاطر ما سميهمش أنا علماء، إن معناتها تكون فما مناظرات، فهمت، وقعت لي بعض المناظرات على البلتوك، فهمت، لو نزلت بعضها، فهمت، وما زلت ما نزلتش البعض الآخر. يعني أكثر المسلمين أو ما يعرفوا اللي يعرفوا الإسلام يرفضوا
أنه يكون هناك نقاش مباشر، فهمت؟ يخافوا على خاطر يعرفوا اللي باش تتفضح حقيقتهم وباش تتفضح الأكاذيب متاعهم، على خاطر كل ما هما علماء بين قوسين المسلمين، خاطر حتى ما عادش عندنا إسلام واحد راه، ولو عندنا إسلامات بعدد، فهمت؟ بين قوسين علماء الإسلام، يعني كل عالم أو كل مفكر، أو ما نسميهاش مفكر أنا، كل تابع عنده تأويل خاص للإسلام، فهمت؟ وعنده أتباع متاعه يتبعوه، وحتى في بعض الأحلات معناتها نجدوا أشخاص مثلا يدعون أنهم يتبعون العالم الفلاني، لكن عندهم وجهة نظر خاصة، فهمت؟ وأنا مع أي نقاش، أي حوار مباشر وسجلوا، وأنا مستعد باش نجبدوا موضوع معين اللي أنتم تشوفوه أنا غلط. يا سيدي أنا غلط، أنا عمري ما قلت اللي الكلام متاعي صحيح، أنا نعطي افتراضات، وراهو أنا ما عنديش مشكل، فهمت؟ ضد إيديولوجية معينة، فهمت؟ وإنما وقت نطرح الإيديولوجية نقول أنا ضد الأديان، أنا ضد بعض الأفكار الذي أراها، فهمت؟ غير منطقية وغير مقبولة في الأديان، بينما هناك أشياء في كل الأديان، فهمت؟ جيدة ومتفق عليها البشرية، مثلا وقت يقول لك لا تقتل في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الإسلام ولا في أي ديانة، هذه فكرة باهية، لا أقتل. ولكن المشكلة هي التأويلات، يجي مثلا الإسلام يقول لك لا تقتل ولكن إلا بالحق، فهمت؟ شنو الحق هذا؟ هذه المشكلة، هذه المصيبة الزرقاء، هذه إلا أنا اللي مهبلني في الأديان وخاصة في الإسلام، هي إلا، فهمت؟ يعني يحكي معاك يقول لك كذا كذا كذا، وبعد يقول لك ولكن وكان، فهمت؟ يعني هذه هي المشكلة الكبيرة، المشكلة هي هذه. وإن المهم بعضهم جاوبني على الواحد يعمل لي راهي انت راك ماكش فاهم، راك انت بين قوسين بهيم، انا بهيم مش مشكل، فما حتى مشكل، يعني انا ما قلقنيش، راهو وجهة نظرك هذيك اللي تحب تقولها، وهذيك اخلاقك واخلاق دينك، فهمت؟ اللي علمك السبان وعلمك اللعن وعلمك انك تصف الاخرين بالحمير وتصف الاخرين معناتها بالانعام، شيء طبيعي، فهمت؟ كما يقول المثل، إن كان رب البيت بالدف ضارب فلا تلومن بقية أهل الدار إن كانوا بالرقص مولعين. يعني أنا وتجيني مسلم يقول لي أنت حمار ولا أنت بهيم ولا أنت حيوان، أنا أقول له أنت طبق إسلامك، فهمت؟ لأن إلهك، إلهك بحد ذاته وصف الناس بالحمير وبالحيوانات وبالأنعام وبالمرضى وغيرها 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 وغيرها، إذن فذلك هي أخلاق إسلامك اللي انت تتشرف به واللي انت، فهمت، تؤمن به. المهم يجي يقول لي مثلا انت راك ما تفهمش، وراهو الحياة احيانا عند ربهم يرزقون بالروح. سامحوني، علاش احنا نبعدوا البعيد ونبداو نفلسفوا كل شيء؟ ايجا نعرفوا شنو الحياة. الحياة في التعريف متاعنا هو جسد مادي ينمو ويكبر ويتكاثر ويتحرك ويحس وعنده أحاسيس وعنده كذا، هذا هو بصفة عامة. الأحاسيس تختلف، فهمت، إلى أن يصل كائن حي كما الإنسان اللي عنده إحساس قوي. إذن لو نلاحظ معناتها مسألة كلمة حياة هي مرتبطة ارتباط كلي بالجسد، والإنسان عندما يموت ماذا يفقد؟ يفقد الجسد. إذن ليس هناك حياة بعد الموت منطقيا، فكيف يمكن أن تكون هناك حياة وليس هناك جسد؟ لأن الجسد، الحياة مرتبطة بالجسد ارتباط كلي. يمكن تقول لي هل هناك وجود بعد الموت؟ هذه مسألة أخرى، هذين اوكي نجمو نحطوا الافتراضات. يعني هل الانسان وقت يفقد الجسد نتاعو هل يبقى موجود ام ينتهي كانتهاء الجسد؟
هذين نجموا نطرحوا السؤال. أما تجي تقول لي بعد الموت فما حياة، يعني كأنك تقول لي بعد الموت فهمت أنه الإنسان يتكاثر ويكبر وأنه يبدا عنده جسد آخر، يعني ينتقل من جسد هذا لجسد آخر، فهمت؟ يعني لازم يكون عنده جسد، وهالجسد هذا شنو؟ إذا منطقيا الحياة بعد الموت مستحيلة وغير ممكنة عقليا ومنطقيا، لأن الموت أول حاجة هي أنك تفقد الجسد. لكن هنا السؤال اللي نطرحه هو، فما ياسر عبيد راهو مع الأسف، مع الأسف حتى هذوما اللي معناتها يتفرجوا الفيديوهات من المسلمين ويجي يقول لي معناتها أحيانا عند ربهم يرزقون، يعني يرزق ياكل، هذا ياكل فهمت، يعني عنده جسد آخر فهمت، يقول لي لا بالروح، ياكل بالروح. يا ودي انتم تعرفوا الإسلام كيف ما هو الإنسان في الإسلام؟ هل تعرفوا الإسلام؟ لو تجيوا تشوفوا فهمت، لو نرجعوا منحبوش ندخلوا في التفاصيل، نلقاو ان الاسلام او الاديان بصفه عامه تقسم الانسان، تقسم يعني الانسان بالنسبه ليهم ليس شيء واحد، بل هو شيء مركب فهمت، من روح، جسد، نفس، عقل، هذوما اربع عناصر فهمت. به منحبش ندخل في التفاصيل، حتى فما اللي يقول لك الانسان مكون من جسم مادي وجسم أثيري، ثم معناتها هذوما الأجسام الاثنين، يعني الإنسان عندما يموت جسمه المادي يبقى جسمه الأثيري اللي هو يحتوي على ما يسمى، على حسب التفسيرات والواحد الأرب، اللي يحتوي على الروح والعقل والنفس فهمت. يعني هنا نوليو خمسة، وحود يقول لك أربعة، لا يقول لك عندما الجسد فما جسد واحد هو الجسد المادي، عندما يموت الجسد المادي يضمحل كل شيء، يتنقل الروح، ترجع الروح في الإسلام يقول لك ونفخنا فيه من روحنا، ولو تقول لك الروح من أمر ربي. الروح في الإسلام هي شيء معناتها ما تختلفش من بين روحي وروحك وروح هذاك وروح هذاك وروح هذاك، الأرواح الكل كيف كيف، بل هي ما يسمى معناتها نفخ فيه، هي الحياة. نجم نفسروها بالمنطقة متاعنا توا، هي الطاقة، لينيرجي، الطاقة هي المقصود بها بالروح. يعني قبل كانوا يسميها، أما هي الروح بحد ذاتها كشيء مستقل ليس له أي وجود فهمت، يعني علمي وحقيقي، يعني مسألة تخيلات متاع الأديان تقول لك الروح 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 فهمت، ويقول لك وقت الإنسان يموت تطلع روحه. شنو معناها تطلع روحه؟ فهمت، يعني تطلع الروح من الجسد، هما عندهم وقت الروح تخرج من الجسد الإنسان يموت، والروح عندهم هي ترجع للخالق فهمت، لأن هي الروح، هذه هي روح الله فهمت. حتى وتتكلموا على عيسى يقول لك أنا معناتها روح الله وكذا وكذا، إن كل بالنسبة للمفهوم الديني الإسلامي أو بصفة عامة والإبراهيمي، كل شيء حي فهو فيه روح من الله بعثها فيه ولا حي، هذا المفهوم ديني تقليدي قديم ما ليس له أي قيمة فهمت. نرجع لمسألة النفس، النفس بالنسبة للإسلام يقول لك كائن مستقل زادة ما عنده حتى علاقة بالروح، النفس شيء والروح شيء. وتجي أحكي لك عن النفس فهمت، نفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. في الإسلام النفس هي نفس أمارة بالسوء ونفس أمارة بالخير، يعني هي النفس مزدوجة بحد ذاتها فيها الخير والشر فهمت. ويقول لك اللي معناتها النفس هي اللي الإسلام معناتها تخرج من الجسد، هي تبقى موجودة، مش حتى الإسلام حتى الديانات الأخرى، النفس هي اللي تبقى موجودة. ولكن النفس هوني شنو نفسروها في الوقت الحاضر؟ هي la conscience، هي الإحساس فهمت. الإحساس ليس له أي قيمة بدون جسد فهمت، يعني وقت نحيوها الإحساس هذا نفترضه، لو الإحساس هذا يبقى موجود
قطرانيه معناتها مساله طويله، موضوع طويل. انا تو قاعد نفسر لكم في الجسم على حسب التفاسير الدينيه. فهمت؟ الانسان يقول لك روح اللي هي تشبيه للطاقه، نفس اللي هي تشبيه للاحساس، فهمت؟ من بعد يجي يقول لك جسد اللي هو الجسد هذا، ثم يجي يقول لك العقل. العقل اللي هو المركز بتاعه، اللي قبل كانوا يقولوا العقل الكلي، والعقل هو اللي معناتها معناتها فما حتى معتقدات تقول لك العقل هو الاصل، ومن العقل فهمت خرجت هذه الوجودات. حتى مثلا في الاسلام او في الفلسفه الاسلاميه يقول لك اول مخلق هذا الاله هو العقل، قال له ادبر فادبر، قال له اقبل فاقبل، فهمت؟ يعني كان مطيع العقل. وهو كي نجي نشوفه توا بالمفهوم المنطقي، العقل هو الميزان، هو اللي يقيس. كي تعطيه البارد والسخون يعرف اللي هذا سخون وهذا بارد. لكن هذوما الكل، العقل اللي هو الاحساس والطاقه والميزان اللي هو المخ، فهمت؟ اللي هو طاقه كهربائيه، فهمت؟ عن طريق الاحساس تولي فهمت تقيس الاشياء عن طريق المعلومات اللي خزنتهم فيها، كما الكمبيوتر. هذوما الثلاثة ليس لهم أي قيمة بدون جسد. إذا الإنسان وقت يموت هذوما الأشياء نفترض موجودين، ما عادش عندهم حتى قيمة. علاش؟ على خاطر ما عادش فما جسد ينجم يجمعهم ويعطيهم قيمة ذاتية باش يخلي منهم ككائن فعلي. ولكن فهمت، انا ما نحبش كيما قلت لكم ندخل في التفاصيل. هذه المعتقدات، هذه معتقدات ما عندها حتى اثبات علمي. العلم ماذا يقول؟ العلم توصل الى نتيجة اخرى. العلم توصل الى نتيجة ان الجسد، الانسان مجرد جسد، وهذا الجسد متطور بطريقة. مثلا هذا جسد، لكن هذا الجسد غير متطور. هذا الجسد عندما يصل إلى مستوى من التطور، مثلا يصل إلى مستوى من التطور النباتي، يصبح ينمو ويكبر ويتكاثر بطريقة النبات. ذلك الجسد عندما يتطور أكثر ويصل مرتبة الحيوان، يصبح يتنقل ويصبح يتوالد بطريقة أخرى ويمارس العملية الجنسية لبعض الحيوانات، مش لكلهم، فما حيوانات ما تمارسش الجنس مع تكاثرها، ما يحتاجش للجنس، فهمت؟ لأن الجنس، ممارسة الجنس هي مسألة حديثة. لو نرجع في نظرية التطور، مسألة حديثة جدا. وهذه الأمور معناتها كيما قلت لكم، راهو أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل، وتنقل لكم في معناتها نكمل لكم الفكرة هذه ونقول لكم علاش ما نحبش ندخل في التفاصيل. المهم، ثم ذلك الجسد الحيواني يتطور أكثر ووصل ما يسمى مرحلة الإنسان، وما يسمى بمرحلة الإدراك. يعني في الحقيقة جسدي هذا نتيجة الطاقة اللي فيه، اللي قبل بجهلهم شيء طبيعي وعلى حسب مستواهم كانوا يصيبوها روح، اللي هي الطاقة، هي الماكلة ناكلوها ونشربوها وكل شيء، ذيك تعطينا الطاقة، تعطينا الحياة، فهمت؟ وإن هذاك العقل اللي هو في المخ، واللي هو أجهزة معناتها كمبيوتر، كما كمبيوتر يخدم، فهمت؟ يعني أنتج وأتى بما يسمى بالإدراك الإنساني. وقتها أنا نهز عيني ونشوف نفهم الكون، ونحاول باش نفهم الكون اللي حولي، يعني وليت عندي إدراك قوي بالكون. ومن هنا الإنسان يفترق من إنسان لإنسان، كل إنسان ونوع إدراكه لهذا الكون. مثلا المتدينين، فهمت؟ إدراكهم محدود، لأنهم ينسبون كل شيء للخالق اللي هو المدرك الكلي، وأنا مجرد تابع فقط، ليس لي أي قيمة إلا أنني أتيت لهذه الحياة لكي أكون عبد ذليل 70 أو 60 أو 80 سنة، ثم أموت على حسب المفهوم الديني، ثم
ثم أبقى تحت رحمة هذا الخالق لكي يبعثني من جديد للحياة ويحاسبني على حسب اللي عملته في الدنيا هذه ويعاقبني، ويمكن أن يكون العقاب أزلي لأعمال قمت بها مدة 70 سنة أو 80 سنة أو حتى 20 سنة. هل هذا معقول؟ إذن وصلنا لعشرين دقيقة، علاش ما معناتها نكملوا الفيديو المرة الجاية، المرة الجاية نكملوا الموضوع في مسألة الموت والحياة ما يسمى بعد الموت أو الوجود من بعد الموت وتركيبة جسم الإنسان. وعلاش أنا نقول لكم ما نحبش نفصل، على خاطر أنا حتى التوا مازلت ما بديتش معناتها الفيديوهات متاعي بطريقة منظمة بالكدا، يعني مازلت يعني في الحقيقة هي فيديوهات نوعا ما عشوائية، يعني نحاول نقعد قدام الفيديو ونحكي معاكم بكل تلقائية بدون ما نحاول نعمل كيما نقولوا احنا قاوق وحاجات وفهمت ونحضر البحث متاعي، لا، نحب الفيديوهات تكون طبيعية وهي عبارة على درجة. ونقول لكم شكرا على متابعتكم للفيديوهات، وحاولوا باش تنشروهم لأكثر شيء ممكن، ومعناتها وتعلقوا على الفيديوهات، راه هذاك الكل يساعد على ازدياد نشر هذه الفيديوهات. ونكملوا في الموت الأربعاء القادمة وبالسلامة، ومع فيديو قادم.